مشاركة مشرفة. شنو حنا كنا طامحين اكثر، مي مالوروزمون ما كانش لا شونس، ضيعوا لي زوكازيون، كانوا لي بليسيغ بزاف. الوغ دابا ان شاء الله يريكوبيريو ولعبوا على التروازيام بلاص. قبل الدراري كافحوا، ايوا داروا اخطاء حتى هما، ما سجلوش، كانوا يسجلوا كانوا يجيبوا الله التيسير، ولكن الحمد لله. يعني باش وصلنا حنا لهذا، يعني اول فريق عربي مسلم باش يوصل للمربع الذهبي، راه هذا الشيء خيال. بحال اللي قال لمبونو، حنا كنا غير كنقصروا وجاب الله التيسير الحمد لله. الرساله ديالي للعابه نقول لهم برافو، يكافحوا يزيدوا ويلعبوا. المهم ماشي هي نهايه يعني ماشي هي النهايه، باقي ان شاء الله المشوار طويل والحمد لله. والركراكي برافو ليلو، راجل زعما الصراحه مدرب واعر، الله يعطيه الصحه. اش غادي نقول لك اخاي، المشاركه ديال المغرب في كاس العالم يعني انكرويال، فهمتيني؟ شي حاجه شي دابا واخا تخسر ما تخسرش، احنا بالنسبه لنا الحمد لله شرفوا العالم العربي كامل. واش غنقول لك انا، بعدا ما كنحسهمش يخسروا لحد الساعه، يعني انا فرحان. علاش؟ عمرنا شفنا هذا الانجاز، حتى شي دولة عربية ما قامت في حاجة بحال هكذا. حنا أول ناس كنعتزوا وكنتشرفوا بأن وصلنا هاد النهائيات هادو، والحمد لله على أي حال. يعني هذا شرف لنا كبير 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 بزاف. المنتخب المغربي قدم واحد الإنجاز كبير وكبير جدا، ما كناش كنتظروا هذا الفرحة هذه. وخا تقصى حاليا دابا في نصف النهائي، بالحق راه حنا عندنا نهاية هذه، فهمتي كيف؟ وصراحة كنشكر الطاقم التقني ديال المنتخب المغربي الوطني، وكنشكر الناس اللي قايمين بهذا المجهود هذا، لأن قدموا واحد النتيجة كبيرة بزاف. صراحة كنشكرهم جزيل الشكر من هذا المنبر هذا، زعما برافو برافو ثم برافو. في الحقيقة كانت مباراة من الطراز العالي، كنشكروا المجهودات اللي قاموا بها لجميع اللاعبين ديال المنتخب الوطني اللي كانوا في غاية من الروعة. وفي الحقيقة احنا خسرنا ماتش، ولكن ربحنا واحد المنتخب اللي هو كبير، اللي وصل واحد الدور اللي ما عمره سبق في التاريخ وصل شي فريق عربي ولا افريقي. وهذا واحد الفخر بالنسبة لنا كعرب ومسلمين، وان شاء الله باقي الخير القدام. سيدي رسالة اللي غنوجهها للكراكي، كنشكروا على هذا المجهود اللي عمل، وكنشكروا على الطريقه اللي استطاع يجمع بها اللاعبين كاملين، وحدهم في واحد اللبسه، واحد فريق جميل. وكنشكروا كاع الناس اللي ساهموا في هذا الانجاز هذا، جميع المغربيه كره القدم وجميع الاطر اللي كانت كتساهمت في هذا الشيء. وكنشكروا صاحب الجلاله محمد السادس على الالمام ديالو والاهتمام ديالو بالشباب، وكنشكر ان شاء الله المغاربه على الدعم ديالهم وعلى المجهودات اللي عملوا، وباش مشاو حتى للمغرب، مشاو دعموا الفريق ديالهم في قطر. وكنتمناو التوفيق للجميع ان شاء الله. وكنشكروا الزبناء ديالنا اللي حضروا معنا هنا في المطعم، وكنشكروا العمال ديالنا اللي هما كيقوموا بالمجهودات باش يرضيو الزبائن ديالنا. ومرحبا بكم عندنا فوقاش ما جيتوا ان شاء الله.
توقف إذن قطار المنتخب المغربي عند نصف نهائي المونديال، مشوار مميز ومشاركة أكثر من رائعة بصم فيها رفاق زياش على إنجاز تاريخي بوصولهم للمربع الذهبي، وأصبحوا أول منتخب عربي وإفريقي يصل لهذا الدور. الكل فخور بإنجاز الأسود، ونحن أيضا فخورين بهذا الإنجاز. تحية للاعبين، تحية للركراكي، تحية أيضا للجماهير، وتحية لمكونات الجامعة المغربية ولكل من ساهم في هذا السيناريو المثير وفي هذا العرس العالمي. كان معكم في هذه التغطية محمد بن موسى، صوفيا العشاب، طنجة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.